طب اسأل عشان يبقى صوتك باين. اسمك واتكلمي بعد كده. خلاص تمام. أنا فاطمة عاطف علي خليل، مواليد المداري، دفعة 2018، متخرجة من معهد فني تمريض، استلمت تقريبا السنة اللي فاتت في شهر 9. كنت انتداب هنا في مستشفى الإيمان وأساسي مستشفى المداري. اشتغلت في وحدة الكلى الصناعي. بدأت الإصابة بتاعتي تقريبا قبل، ظهرت عليا الأعراض تقريبا بعد 8 أيام. كنت مخالطة لواحدة زميلتي في السكن، كنا قاعدين مع بعض تقريبا 2 أو 3، تمام، سكن في سكن المستشفى. بس فبعديها هي ما كانش ظهر عليها الأعراض بدرجة خطيرة، يعني كانت حالتها متوسطة. كنا قاعدين مع بعض عادي، بناكل وبنشرب، ما كانش في أي حاجة. ففجأة قالوا لي إن هي عملت مسحة، كانت عاملة مسحة وطلعت بوزيتيف. ف بصراحة اتفاجأت إن هي ما كانش ظهر عليها أعراض، وقلت خلاص. أنا أصلا كنت قاعدة معاها حوالي 2 أو 3، كنا بناكل وبنتكلم وقاعدين مع بعض، فخلاص يعني أنا لو مثلا كان لي نصيب إن أنا أخد عدوى، فخلاص جت تتحول المدينة. فكانت بتبكي وكانت منهارة ونفسيتها كانت تعبانة، فقررت لما تحولت عزل المدينة. أيوة اتحولت عزل المدينة عشان هي المفروض هناك المكان أحسن، وعشان كل الفريق الطبي لما بيتصاب بيروح المدينة. بس فضلت معاها ووصلتها لحد عربية الإسعاف، وركبت معاها تقريبا قعدت معاها 10 دقايق، فضلت أقاسيها. ده كله انت كنت عارفه ان هي مصابه كنت يعني. عارفة إن هي مصابة، أنا خلاص أنا كنت قاعدة معاها وش الوش، مش هتيجي على ال5 دقايق أو ال10 دقايق اللي أنا ركبتها معاها. برضو النفسية بتفرق في الموضوع ده. بس بعديها ب8 أيام ظهرت عليا الأعراض. أخدت 3 أيام في البيت، كنت تعبانة. كانت والدتي ايه التعب اللي ظهر عليك اهو؟ كان تقريبا كان هو احتقان، وبعديها بدأ بتضخم في اللوزتين، كانت السخونة بالليل بتزيد عليا. بعديها بدأت سنة سنة تدريجي تظهر عليا مثلا إسهال خفيف، كحة. بس بعد ما بدأ يظهر الأعراض بدأت الكحة معايا. تقريبا آخر عرض اختفى من عندي كان الكحة، هي اللي أخدت معايا فترة كبيرة. لكن كنت بشم عادي، كنت باكل وكنت بشرب بس عادي. طيب كملي. بعد ما ظهرت عليك الاعراض في 8 ايام والدتي كانت فاكرة ان الموضوع لا ده دور برد وده دور لوس عادي، وفضلت تقول لي لا انا مش هبعد عنك انا جنبك، لدرجة ان هي مسكت الكوباية وشربت من ورايا. الحمد لله ان هي ما حصلهاش حاجة وما خدتش مني عدوى لحد دلوقتي، وانها بخير الحمد لله. بس بعد اخدت 3 ايام في البيت تعبانه وما قدرتش اروح الشغل بتاعي. بس بعد ما اتحسنت شويه حسيت اني انا احسن شويه، قررت ارجع الشغل. فطبعا عشان انا شغاله في قسم غسيل كلوي والمرضى اللي فيه بتبقى مناعتهم ضعيفه شويه، فما قدرتش اطلع القسم قبل ما اعمل تحاليل واشعه واطمن على نفسي، بحيث لو في اي حاجه ما عنديش اللي حواليا وما سببش ضرر لاي حد. بس عملت تحاليل واشعه وطلعت ان في اشتباه، فقالوا لي المفروض انت عازله منزلي، خدي العلاج بتاعك وروحي اتعزلي في البيت 14 يوم. فانا بصراحه ما قدرتش ارجع البيت، والصدمه كانت صعبه عليا شويه وكنت خايفه عليهم. اول حاجه فضلت ابكي واتضايقت خالص، لكن بعد كده حسيت ان لا ده خلاص، ده قرار، ده امر من ربنا وده اختبار وابتلاء ليا، يا اما اصبر عليه يا اما هتضايق وازعل. دي وزعلي مش هيغير اي حاجه. بس فقعدت هنا في الايمان 3 ايام، وبعدها عملوا لي مسحه، سحبت مني مسحه تقريبا يوم 9، وتحولت على المدينة الجامعية كان تاني يوم تقريبا. فالدكتور محمد جمال قال لي ان حالتي مستقرة شوية وان المفروض
اروح المدينة، لان لو مثلا ممكن اللي حواليا يعدوني، لان انا حالتي مستقرة عن غيري، فكانت حالتي احسن شوية. فودوني المدينة الجامعية، رحت المدينة الجامعية، لسه فاكرة لحد دلوقتي بتاع الإسعاف بيقول لي وأنا نازلة، كنت عادي وكنت بضحك وبهزر مع البنات، فيقول لي أنا لو عشت عمري على عمري مش هحول واحدة عمالة تضحك وتهزر كأنك رايحة تتفسحي. وأنا فعلا كنت مخنوقة من المكان، إنك تقعد ليل نهار وسط أربع حيطان، أنا ما بحبش الحبس خالص. بس فكنت مبسوطة إن أنا هخرج أخيرا، حتى لو خارجة بسيارة إسعاف يعني. بس رحت المدينة هناك، ودوني مبنى هناك، في مبنى مخصص لحالات الاشتباه والحالات الإيجابية في مبنى لوحدي. فرحت المدينة قعدت حوالي يومين، فكانت أموري تقريبا مستقرة، الحرارة بدأت ترجع طبيعية زي ما هي، ما فيش غير الكحة بس هي اللي كانت مؤثرة عليا، وكنت بتنفس عادي مش حاسة بضيق تنفس ولا أي حاجة. فلظروف خاصة بيا أنا رجعت البيت، مدت إقرار على نفسي وخرجت من المدينة ورجعت البيت، اتعزلت تقريبا. أنا كنت راجعة البيت ما كانتش لسه المسحة ظهرت، فرحت دخلت في أوضة لوحدي وقعدت فيها، وقلت لهم أنا هعزل نفسي في أوضة دي، وانتوا لو هتجيبوا لي اكل ولا حاجه حطوها لي قدام الباب وانا هطلع اخدها وانا لابسه ماسك. بس بعديها بكام يوم، تقريبا يوم او يومين، اتصلوا بيا زمايلي وقالوا لي ايه ده، انت نتيجه المسحه بتاعتك طلعت بوزيتيف. بس فبعديها الطب الوقائي اتصل بيا وقال لي ده احنا عايزين نبعت لك بروتوكول علاج، نبعته ليك على الايمان ولا على البداري. ف طلعت المسحه ايجابي. بس فبعتوا لي بروتوكول العلاج على مستشفى البداري، وبدات اخد العلاج. انا كنت حاسبه الاعراض بتاعتي من يوم 4 لحد مثلا، انا وصلت كان يوم 13 يوم ما اخدت بروتوكول العلاج، كانت فتره كبيره يعني حوالي اسبوع مثلا. فبدات اخد العلاج بس ما اخدتش مثلا الباراستمول، انا كانت الحراره خفت الحمد لله. الهيدروكين ما اخدتوش، لان انا كنت اخدت حوالي 3 أو 4 حبات، وبعديها الدكتور قال لي ما تاخديش تاني. وكنت بتواصل، كان هنا الدكتور مينا شلبي مشكور، اول ما عرف ان انا تعبانه وكده عمل لي هنا تذكر الدخول، لان انا كنت قاعده في المستشفى بما اني تمريض هنا، ما كنتش داخله العزل فوق على اني مريضه. عمل لي تذكر الدخول وخلاهم سحبوا لي المسحه، وكان بيتواصل معايا على طول، قال لي لو اي حاجه مثلا عايزه تسالي عليها او تعبانه مثلا او في حاجه رني عليا وكلميني. فكنت مثلا بساله على العلاج اخد ايه وما اخدش ايه وكده. بس بعديها كملت العلاج، كانت والدتي بتجيب لي الاكل كل شوية، تقريبا كل 3 ساعات تعمل لي أكل وتخبط عليا، لا افتحي الباب وخدي حاجات سخنة وكده. بس وبعد ما أخلص الأكل كانت بتاخد الأطباق وبتغسلهم وعزلهم في مكان لوحديهم محدش بيستخدمهم غيري. بس الفرق معايا إن كانوا صحابي حواليا كانوا بيطمنوا عليا وبيسألوا عليا كل يوم بالتليفون، وكنت بكلمهم فيديو كول وكانوا بيشوفوني. حتى زمايلي هنا في وحدة الكلى الصناعي كان بيرنوا عليا كلهم، والمسات بتوعي، خطيبي برضو كان بيرن عليا من السعودية بيكلمني، واهلي قرايبي كانوا اللي ما يقدروش يجوا طبعا كانوا بيرنوا عليا على طول كل يوم. طب واسرتك هل كانوا عملوا خلطة؟ لا، هم انا كنت قاعده في الاوضه لوحدي، كنت حتى الحمام كنت لي حمام لوحدي وهم ليهم حمام لوحديهم. فالاوضه كنت بطلع يا دوب ادخل التواليت وارجع تاني الباب، انا كنت قاعده في اخر الاوضه فبسيب باب الاوضه مفتوح بيشوفوني بس من بعيد، ولما اجي انام بقفل الباب تاني. كانوا بيعقموا الاوضه، بيرشوا كلور من بره على طول عليا، بس لحد ما عديت الحمد لله. طيب
بعد ما خفيتي رجعت عملت مسحة ولا عملتي لا، تمرين؟ انا حاولت اعمل مسحة في المستشفى عندنا في البداري، قالوا لي ان البروتوكول اللي نازل جديد مفيش مساحات متابعة. رحت سحبت مسحة، بعدها اترفضت في مستشفى الصدر وقالوا لي لا مفيش مساحات للمتابعة، ولو عايزة تطمني انك كويسة وان مفيش حاجة روحي اعملي تحاليل واشعة. لما جيت هنا عديت فترة 14 يوم، رجعت هنا برضو وعملت تحاليل وأشعة وطلعت كويسة، والدكاترة طمنوني إن مفيش حاجة وإن الحمد لله بقيت كويس. طيب بعد كده اتبرعت من البلازما، دي أول يعني ممرضة صغيرة أصغر في السن كانت بتتبرع، احكي لها على إيه اتبرعت من البلازما وكنت رايحة وخروجي. أنا كنت شغالة في اليوم ده ورنوا عليا من مركز الدم الإقليمي، أنا أول مرة أتبرع في حياتي سواء بدم أو بلازما، ما اتبرعتش خالص، بس كنت ناوية ان هما لو كلموني انا هروح اتبرع وهسأل ان اروح اتبرع وكده بس. فهما فعلا اتصلوا بيا وقالوا لي ان انتي كنتي ايجابي واحنا بنجمع تبرعات بالبلازما من الناس المتعافية عشان نديها لمرضى حالتهم متوسطة ونعالجهم بيهم، ودي حاجة يعني احنا بنحاول نعالج المرضى وكده، ولو حابة تتبرعي معانا تعالي ندردش سوا ونشوف إذا كنت هتتبرعي ولا لا. فنزلت في البنك تحت، الدكاترة قابلوني وفضلوا يتكلموا معايا وكده، قلت لهم تمام أنا ما عنديش مشاكل أتبرع، وبدأنا الجلسة بتاعة التبرع. بصراحة ما كانوش محسسين إن أنا متوترة ولا خايفة ولا حاجة، كانوا كلهم حواليا وبيضحكوا ويهزروا معايا وكان عادي يعني الموضوع، ما حسيتش بحاجة. طيب بعد ما خفيتي الرسالة توجهيها لزمايلك في التمرين، قولي لهم إيه بعد ما خفيتي؟ خاصة إن أنت كنت عارفة إن أنت تعبانة ورغم كده أصريتي توصلي للإسعاف. رسالة حابة أوجهها بصراحة، أنا حابة أقول لهم مش عايزاكم مثلا تسمعوا لأي حد بيتكلم علينا وحش، إن إحنا مثلا لما بنتعب بنبقى مميزين، إحنا زينا زي أي حد، بنتعامل نفس المعاملة في العزل أو هنا كلنا واحد، وإن الشغل اللي إحنا بنعمله مش عايزين مثلا شهرة ولا عايزين شكر من حد، احنا الثواب الوحيد اللي احنا هناخده من ربنا ده عملنا ولازم نعمله على اكمل وجه، وطالبين من ربنا انه يكون شفيع لينا يوم القيامة بإذن الله.